الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في مقدمة من أولى مقدمات أكاديمية جي اف اكس. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم شوية عن المقدمة الخاصة بكورس الفيو الجديد اللي هيصدر إن شاء الله في أوائل شهر 6 بإذن الله. الكورس ده إحنا هنقسمه جزئين، الجزء الأولاني هيبقى فري، وده هيشتمل على حاجات كتيرة جدا 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 جوه برنامج الفيو. يعني على سبيل المثال لا الحصر، هنتكلم على الانترفيس بتاعة البرنامج، فايدة التور بار اللي فوق، فايدة الرايت بار الليفت بار اسف الليفت بار والرايت بار. بعد كده هنتكلم على القوائم. مش كده وبس، لا احنا كمان في الجزء الفري او في الجزء المجاني هنتكلم على الترين اديتور او محرك او محرر الجبال. اسف، محرر الجبال ده على فكره من الحاجات المهمه جدا 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 جوه البرنامج نفسه، يعني بيخليك تشكل الجبل زي ما انت عايز بالظبط. بصراحه في تكنيكات عاليه جدا وتكنيكات متقدمه جدا، يعني هتكلم عليها ان شاء الله بسرعه كده في الجزء الفري ان شاء الله. هو مش كده وبس، او مش هتكلم على الجزء ده وبس، لا ده انا هتكلم كمان على حاجات مهمه جدا جدا جدا، سواء في الماتيريال اديتور ازاي ان احنا نقدر نحط خامه للحاجات اللي احنا حطيناها. طبعا الماتيريال اديتور بصراحه طويل جدا جدا، لكن انا في الجزء المجاني هحاول ان انا اغطي على قد ما اقدر اكبر جزء منه، بحيث يبقى فيه بيز قويه قوي للمستخدمين ان هم يشتغلوا على برنامج الفيو بدون اي مشاكل. بعد كده هتكلم على الايكو سيستمز او انظمه التوزيع، خاصه انظمه توزيع النباتات، ازاي نقدر نعمل نباتات بشكل قوي، كمان ازاي ان احنا نقدر نعدل على النباتات دي. بعد كده بعد ما اخلص الايكو سيستمز هتطرق شويه لعمليه الانيميشن جوه الفيو، يعني مش هاكد عليها قوي، لكن اهو هنقولها بالمره بحيث ان احنا ما نبقاش سيبنا حاجه جوه البرنامج. ده بالنسبه للجزء الفري اللي احنا هنتكلم عليه. اما بالنسبه للجزء البيت، فبس انا عايز اقول لكم ان الجزء البيت هيدخل تحت عرض جي اف اكس اكاديمي، اللي هو حدد سعر كورسك بنفسك. العرض ده احنا كنا عملناه من فتره، هتلاقوه موجود بالتفصيل الممل جوه القسم الخاص بالقرارات الاداريه واخبار المنتدى. لو دخلت جواه هتلاقي العرض اللي هو حدد سعر الكورس بنفسك. طبعا انت بتقدر تحدد سعر الكورس زي ما انت عايز، احنا بس حطينا حد ادنى 10 دولار وما يقابله بالعملات الثانيه. طبعا 10 دولار بالمصري يعني عامله حوالي 70 جنيه. طبعا 70 جنيه مبلغ قليل جدا جدا جدا، لكن احنا زي ما قلنا احنا حطيناه بسعر رمزي. والله ال 10 دولار ما فيش مشكله، ازيد من كده برضو مفيش اي مشكله، لكن في الاول وفي الاخر انت اللي هتحدد سعر الكورس اللي انت هتاخده. في الجزء اللي هو البيد هنتكلم بقى على ادفانسد تكنيكس جوه الماتيريال، او اسف جوه الترين اديتور، ادفانسد تكنيكس جوه الماتيريال اديتور. مش كده وبس، هنتكلم على ازاي ان الفيو بيتكامل مع برنامج السينما 4D، ازاي ان انت تعمل 3D اوبجكتس تحطها جوه الانفايرمنتس بتاعت الفيو. بعد كده نطلع الشغل ده كله نوديه لادوبي افتر افكس عشان نطلع في الاخر ورك شوب او ورشه في منتهى القوه ومنتهى الاحترافيه. مش كده وبس، احنا هنتكلم على صناعه ورش كامله، ازاي ان انت بتعمل مشهد كامل من A to Z جوه برنامج الفيو مع سينما 4D مع افتر افكس. هنتكلم برضو في الجزء ده على مشهد فري او مشهد بسيط قوي، طبعا مش هيبقى واسع قوي، عن محاكاه لمشهد من مشاهد الريل تايم يو كي جوه برنامج الفيو مع سينما 4D مع ادوبي افتر افكتس. هنكمل برضو ببلجن كويس قوي اسمه بلجن الاوزون، تقدروا تاخدوا عنه فكره على موقع الشركه. اولا هو او مش اولا، المفروض كنت اتكلم في الموضوع في الاول، ان فيو هو من انتاج شركه ايون سوفت وير. من شويه قلت ان انا هتكلم على بلجن، هو فعلا بلجن قوي جدا هنلاقيه في البرودكتس، اسمه بلجن اوزون 6. ممكن ان انت تدخل على موقع الشركه وتاخد فكره عن البلجن ده. مش عايز انا عايز اقول لك بس ابسط حاجه، انه بيوفر لك مجهود كبير جدا في انك تعمل الاتموسفيرز جوه
ال 3 دي هوست ابلكيشن بتاعك، سواء كان ماكس او سينما 4 دي او لايت ويف او مايا او سوفت ايمج. اتمنى اكون اديتكم فكره ولو بسيطه قوي عن الكورس اللي جاي. زي ما قلت الكورس ان شاء الله هيبقى الاصدار الرسمي بتاعه على موقع جي اف اكس اكاديمي فقط دون غيره ان شاء الله في اول شهر 6. وفي مفاجاه او تحديدا في خصم كويس قوي للناس اللي هتحجز الكورس ده معانا من دلوقتي قبل شهر 6. ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله في الكورس، وبتمنى لكم كل الافاده من موقع جي اف اكس اكاديمي دوت نت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.